بالمقابل احنا لحد الان في استراتيجية قطاع الحماية، اذا الكل متوقع انه الحكومة عندها القدرة تقدم كل الخدمات للاشخاص الفقراء والمهمشين، لا، بيكون تفكير مش واقعي. بس الحكومة لازم تستقطب كل امكانيات وموارد المجتمع تصب في خدمة هاي الاستراتيجية، وتحديدا القطاع الخاص، لانه بصراحة القطاع الخاص لحد الان يكتفي بنشاطات وأنشطة دعائية سنوية ولا يساهم حقيقة في تمويل ودعم أنشطة الحماية طب الاجتماعية. خلينا نروح نلتقي بعدد من المؤسسات الخاصة ونسألهم عن إمكانية توظيف أو هل يوجد في مؤسساتهم أي موظفين من ذوي الإعاقة؟ لدينا موظفين في المنتدى شارك ذوي إعاقة، ولدينا في مجلس الإدارة أيضا شخص من ذوي الإعاقة، وهو عضو فاعل في مجلس الإدارة ومن المشرفين على العمل في داخل المنتدى. سياسة المؤسسة قائمة على أساس الكفاءة وعدم التمييز، يعني ما بنميز بين معاق ومش معاق أو بين ذكر وبين أنثى في سياسة التوظيف. نعم سأوظف، ولكن هذه مجاملة، لكن على أرض الواقع أنا أرى أن هناك مشكلة مع ذوي الاحتياجات الخاصة. هناك تنظير جيد على الرغم من نصوص القانون الفلسطيني، قانون العمل رقم 7 لعام 2000. في شهر 3/2009 أخذنا على عاتقنا تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون عندنا 10% من مجموع العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة. سيد نزار، ما تعليقك أول شيء؟ الحقيقة أنه يعني النماذج التي طرحت في نموذجين نحن بنعرفهم وعلاقتنا معهم جيدة، وأعتقد الأستاذ رامي خلاف المدير الإداري في شركة ريج هم من الشركات الرواد والأوائل اللي بادروا لمثل هذه الأشياء. ما تقدم فيه الدكتور عمر رحال بأنه في تنظير صحيح. كمان إحنا يعني لا نلقي اللوم على الناس في كل شيء. احنا كاشخاص ذوي اعاقه كمان في بعض الامور احنا بحاجه الى اعاده تاهيل في الكفاءات، بحاجه الى ادماج في التاهيل في التعليم المهني، في التوظيف المهني، في التعليم المهني. وزاره العمل للاسف لديها مراكز للتدريب المهني، لكن هذه المراكز غير مؤهله لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقه، بحاجه الى تعديل سواء في تدريب المدربين او في التعديلات البيئيه في احيانا، لانه احيانا حتى التعديلات البيئيه تفتقر الى مثل هذه المراكز. في بعض المراكز التدريب اللي تابعه لوزاره العمل في الطابق الثاني، في بنايه قديمه مستاجره، ولا يوجد اي مدخل للاشخاص ذوي الاعاقه. وحتى وان تم تفكير اعاده التفكير في انه يتم تركيب اسانسير في هذا البنايه، لا تستوعب، ليس هنالك اساسات لمثل هذا الشيء. فهذا الاطار هو اللي بحاجه الى عمل، هذا الاطار بحاجه الى شغل. وانا دائما بستشهد بهذا العام وبإنجازاته في ما تم تحقيقه من خلال الأولمبياد الخاص. الأولمبياد الخاص هو يهتم برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، اللي الناس بيقول عنهم مجانين، واللي الناس بيقول عنهم عاتيه، واللي الناس بيقول عنهم كافة الألفاظ السلبية. هؤلاء الناس إذا منحوا الفرصة أنجزوا. مجموعة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية اللي شاركت في دمشق في البطولة الإقليمية السابعة كان عدد الوفد 83. هذا الوفد حقق 48 ميدالية، من ال 15 ميدالية ذهبية و15 فضية و18 برونز. لم تحقق أي بعثة رياضية فلسطينية من تاريخ إنجاز الرياضة الفلسطينية حتى هذه اللحظة هذا الإنجاز. الإنجاز له علاقة بالفرصة. مع بعض كل شيء بيصير، ومع بعض كل شيء بيتحقق، لكن كمان أعطونا فرصتنا. الفرص المتكافئة حق لنا قبل ما تحكموا علينا، وقبل ما انه تقولوا انه احنا قادرين او غير قادرين. جربونا، شوفوا الابداعات اللي ممكن تخرج من الاشخاص ذوي الاعاقه. أكيد. اذا ما اخذوا هذه الفرصه وكانوا في المكان الصحيح.
أكيد. ضيوف الكرام، نحن الآن بحاجة ماسة لتفعيل هذا القانون، ويوجد مبادرة خرج بها مجموعة من الشباب لمناصرة قضية الأشخاص من ذوي الإعاقة ومحاولة منهم لتفعيل هذا القانون. الشباب متواجدين معنا هون في الاستوديو، سنتعرف من خلالهم على هاي المبادرة. تفضلوا، بس نمرق لهم المايك. تفضلي سجا. مرحبا. بس معلش توقفي. سجا، احدى قادة المبادرة اللي خرجناها عشان ذوي الاحتياجات الخاصة. مبادرتنا كانت انه بتنص انه على القانون رقم 5 تاع ذوي الاحتياجات الخاصة، انه 5% منهم توظفوا في المؤسسات الحكومية والأهلية. احنا خرجنا بهاي المبادرة لانه شايفين انه ذوي الاحتياجات الخاصة مش منخرطين بالمجتمع، انهم متقوقعين. ذوي الاعاقة هذا المصطلح الدولي المستخدم حاليا، انهم متقوقعين بمجتمع خاص لهم، مش خارجين على مجتمعهم. وكانت من مبادرتنا انه مسرح متنقل يدعم هاي المبادرة، ومعرض صور، وكنا رح يعني بس انه تفضل. انا ولدي برضه احد قادة المبادرة، هي مبادرة شبابية كانت بدعم من مشروع رواد وبتمويل من USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. المشروع يعني انه المبادرة كانت نص على بالضبط على تفعيل 5%، يعني القانون نصا نص حرفي اللي هو القانون رقم 4، ونركز كمان على المادة رقم 10 من هذا القانون. الآلية في تدعيم هاي المبادرة كانت من خلال انه راح ندعم هذا القانون من خلال مسرح متنقل بعالج قضايا ذوي الإعاقة في المنطقة، راح يكون في كافة محافظات الوطن، وإذا قدرنا نوصل كمان قطاع غزة ما راح يكون عندنا مشكلة. كمان راح يكون معرض صور راح يشاركوا فيه ذوي الإعاقة في هذا المعرض، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الصحفيين. بالمناسبة هاي كانت يعني المبادرة نتاج من دورة من خلال مشروع رواد لمجموعة من الشباب الإعلاميين، فهي مبادرة إعلامية بنتم يعني بنمزج ما بين العمل الدرامي في العمل الإعلامي وفي توظيفها لقضايا مجتمعية. طب وليام، ليش كان اتجاهكم للعمل الإعلامي والدرامي؟ إلى أي مدى بتشوفوا أنتم كشباب أنه هذا الاتجاه ممكن أنه بالفعل يعني ينصر أي قضية أو يدعم أي قضية أو يعني يعمل وعي لدى المجتمع يمكن في هاي القضية؟ يعني احنا لاحظنا من خلال تشاورات من خلال الشباب انه العمل الدرامي ممكن يمس الانسان في الصميم، يعني احنا ما بدنا نمثل عليه، احنا في عنا حقائق وفي عنا وقائع. في عنا شاب من قيادي المبادرة اسمه بشار مسمار، يعني هو من ذوي الاعاقة كمان، بس زلم زغرت عنده معنويات عالية، ماكل 15 رصاصة في اجره، مبتورة اجره، ويعني بالفعل معنوياته جدا عالية. واحنا مش بهدف انه بس مشان بشار كان معنا في المبادرة احنا اخذناه على عاتقنا، لا بالعكس. احنا هدفنا كان نوظف العمل او المسرح الدرامي في توظيفه للقضايا المجتمعيه، ما بدنا نخصص كمان انه بس لذوي الاعاقه او انه ذوي الاعاقه هن مشكله او عائق، ان لا، هي يعني انه توظيفها لقضايا او شيء له علاقه في المسؤوليه الاجتماعيه. طب لمين بدكم تتجهوا؟ احنا رايحين نتجه لكل فئات المجتمع المعنيه، بنخص في الذكر وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره العمل وايضا وزاره الداخليه. واحنا راح يكون هدفنا من الموضوع، احنا ما بعرفش انا ركزنا على موضوع معين، انه من خلال التراخيص، يعني هذا القانون غير مطبق. هلا انت لما تيجي بدك ترخص لمؤسسه ان جي اوز في البلد، بحكم انه الاستاذ قالنا انه 0% نسبه توظيف في هاي المؤسسه، هلا اذا يعني ممكن نضغط من خلال، يعني انا بتخيل انه هذا القانون اذا سن في 99 واحنا في 2010 صار له 11 سنه غير مطبق، هاي كارثه. فبالتالي ممكن انه نخلي الاجراءات القانونيه هي اللي تاخذ مجروها في تطبيق القانون اكثر. على اساس انه اي مؤسسه يا عم بدك ترخصي، اوكي كل الاحترام، تعالي رخصي، عندك انت استوفيت الشروط اللازم للترخيص، استوفيت عندك 5% من ذوي الاحتياجات الخاصه بيشتغلوا عندك.